تمام، دلوقتي هنتكلم عن الاس بي اي. الاس بي اي ده اختصار ل سيريال بريفرال انترفيس. تمام، من السبيكش او الحاجات الموجوده الاس بي اي او ذا وايرد تقدر تتبعت في سيريال زي ما قلنا لما فاتت. اصلا معظم الكوميونيكيشن بروتوكول تتبعت سيريال مش باريل. تاني حاجه اسمها فول دوبلكس، وهنعرف ليه هو فول دوبلكس. ماستر وسليفز، بيبقى مالتي سنجل ماستر مالتي سليفز. تمام، معظم الحاجات دي كلها موجوده في الداتا شيت، يعني هنعرفها قدام لما نخش في التفاصيل. تمام، قلنا تاني ان السيريال بريفرال الاس بي اي ده اختصار لكلمه سيريال بريفرال انترفيس. دوت اللي عملته شركه موتورولا، او هي فري سكيل دلوقتي، اسمها دلوقتي فري سكيل. بيتكون من اربع اسلاك، اللي هو السيريال داتا ان، او ليها اسم تاني وده المشهوره بيه، اللي هو الموزي ماستر اوتبوت سليف ان، او سيريال داتا اوت، او اللي هي الماستر ان سليف اوت، او الشيب انيبل او سليف سيلكت. يعني الاثنين دول ليهم نفس المعنى، يعني هما لو تشيب انيبل او ماستر سليف سيلكت هما الاثنين ليهم نفس المعنى. بعد كده سيريال كلوك. تمام، في بعض الاحيان احنا بنسميه 3 واير انترفيس، وهنعرف ليه. بس لو نشوف كده تاني، الاس بي اي هو بيتكون من قلنا اربع اسلاك: سيريال داتا، سيريال داتا اوت، سيريال داتا ان، وسيريال كلوك، والتشيب انيبل. ممكن سيريال داتا اوت ديت اللي هو بقى موزي ماستر اوت بوت سليف ان، وسيريال داتا ان دي ميزو ماستر انبوت سليف اوت بوت، وسيريال كلوك هي نفس الكلام سيريال كلوك، والتشيب انيبل دي ليها اسم تاني برضه اللي هي سليف سيلكت، والاتنين لهم نفس الاسم. يعني انت شفت دوت وشفت دوت هما نفس المعنى، مش تختلف كتير. طب تمام، بعد كده بيقول لك ان في الكتاب ان الاس بي اي دوت احنا ممكن نسميه 3 واير انترفيس. طب ليه 3 واير؟ قال لك ان احنا ممكن ندمج السلكتين دول في سلكه واحده، فعشان كده يعتبر ان الكوميونيكيشن بروتوكول بتاعتك يبقى ثلاث اسلاك، عشان كده احنا بنسموه ال 3 واير انترفيس. تمام، وقلنا احنا سينكرونس والاسينكرونس في سلكيه الكلوك، فيعتبر ده كاسينكرونس. تاني حاجه اللي تشيب انيبل دوت اكتيف لو، يعني علشان الشيب دي تشتغل لازم ابعت زيرو، برضه هنأكد عليه قدام. طب تمام، الكلام ده بيشتغل ازاي؟ يبقى انت عندك في السندر او الماستر في حاجه اسمها شيفت ريجستر، وفي الريسيفر برضه اسمه شيفت ريجستر. تمام، انت عندك هنا ببعت السيريال داتا اوتبوت، السيريال داتا ان في الماستر مثلا، داتا اوتبوت في الماستر، بتبعت داتا ان في السليف، والداتا ان تبقى بتروح الداتا اوتبوت في السليف، وكله بتوصل بكلوك. تمام، ف بعد ما توصل الكلوك في كل واحد فيهم عنده، ده الماستر مثلا ولو ده سليف، يبقى عنده حاجه اسمها شيفت ريجستر. ريجستر مع كل كلوك بيشيفت 1 بت، مع كل كلوك بتيجي بيشفت 1 بت. فمع كل كلوك بتلاقي بت او الموست سيجنيفيكانت بت من هنا، تروح مع الليست سيجنيفيكانت بت من هنا، والبت اللي هي او البت اللي هنا هتروح للبت اللي هنا، مع كل كلوك بيشفت 1 بت، عشان كده اسمه شيفت ريجستر. تمام، فمعنى كده ان بعد ال 8 كلوكس هتلاقي ال 8 بت اللي كانوا عند الماستر بقوا عند السليف، وال 8 بت اللي عند السليف بقوا عند الماستر. عشان كده هو فول دوبلكس. ليه؟ لان انا بقدر ابعت واستقبل في نفس الوقت. فانا كده احنا عرفنا ليه هو فول دوبلكس، عشان بقدر واستقبل، بقدر ابعت واستقبل في نفس الوقت. طب تمام، يبقى تاني انت عندك هنا اتنين شيفت ريجسترز. بعد الثمانية كلوكس بيبقى بيحصل عملية اكستشينج، الداتا اللي بتبقى عند الماستر بتروح عند السليف، وداتا عند السليف بتروح عند الماستر. عشان كده هو فول دوبلكس. اول بت بتتبعت هي الموست سيجنفكانت بت، اول بت هي most significant bit، ده ممكن يحصل ليك في true false. تمام، وخلي بالك ان انت ممكن تغير، يعني انت بدل ما تبعت most significant bit ممكن تخليها list لو عدلت في ال control register، بس الديفولت ان انت most significant bit هي اللي تتبعت اول واحدة. تمام، ف الخلاصة ان انت عندك الماستر والسليف بيحط الداتا بتاعته، فالماستر بيحط الداتا بتاعته في الشيفت ريجستر، والسليف بيحط الداتا بتاعته في الشيفت ريجستر، وبعد كده بعد 8 كلوك الداتا تتبعت. تمام، تاني بالنسبة بقى للتوصيل، لما تحب توصل توصل ايه؟ فانت عندك هنا الموزي بيروح هنا مثلا لنفس الكلام الموزي، فانت عندك هنا لو ده ماستر، فانت عندك هنا الموزي دوت اوتبوت،
تمام، والكلوك بتاعتك انت اللي نشيت الكلوك، فانت اللي هتبعت الكلوك عشان انت الماستر، فانت دي تبقى اوت بوت. والسليف انت اللي انت كماستر انت اللي هتشغل السليف، فالسليف دي برضه تبقى اوت بوت. يبقى لو انت ماستر يبقى كل البيانات بتاعتك اوت ما عدا السليف، الماستر انبوت سليف اوت بوت، دي هتبقى انبوت لان دي اللي تستقبل بيها الداتا. لو انت سليف فانت عندك كله انبوت ما عدا البيت اللي هي السليف اوت بوت، ماستر انبوت سليف اوت بوت، دي الوحيده الاوت والباقي كله انبوت، لان انت اللي هتستلم الكلوك من الماستر، ولما يخلي البيت تيت بزيرو فانت كده هيشغلك او هينيبل السليف دوت، وتستقبل الداتا بالماستر اوت بوت سليف ان. تمام، والسليف سيلكت او التشيب انيبل دي اكتيف لو، فعشان تشتغل لازم تبقى بزيرو. تمام، ولما يبقى التشيب سيلكت في السليف بتبقى بزيرو كده انت بتعمل اكتيفيت للسليف دوت. طب لو انت عاوز توصل اكتر من سليف فانت هتاخد نفس السلكه اللي رايحه من الماستر انبوت سليف اوتبوت هتوصلها للسليف التاني والسليف التالت، نفس الكلام السلكه اللي رايحه من الماستر ان من السليف للماستر هتاخد منها نسخه، تاخد منها وصل للسلك الاول والسلك التاني والسليف التاني. تمام، والكلوك هتاخدها وتوصلها برضه مره للسليف الاول ومره للسليف التاني. اللي بيخلي السليف عن التاني يشتغل هو السليف سيلكت، فانت لو خليت السليف سيلكت الاولاني هنا بزيرو فانت كده بتاكتف دوت والباقي ده مش هيشتغل. طب لو فرضنا ان انت عايز تاكتف السليف التاني فانت هتبعت هنا زيرو فده يبقى اكتف، والباقي يبقى الداتا اللي بتروح مش هيشوفها اصلا ان هو ان اكتف، ده بس اللي هيستقبل الداتا، وهكذا بالنسبه للتلاته. تمام، في بقى حاجه مهمه ودي حاجه بتلخبط يعني معظم الناس، في حاجه اسمها كلوك بولاريتي وكلوك فيز. يعني ايه كلوك بولاريتي ويعني ايه كلوك فيز؟ تمام، كلوك بولار دي يعني ايه؟ يعني بقول لك الباص دوت بيبقى ايدل امتى، فلو الكلوك بولار دي بزيرو معنى كده ان الباص بيبقى ايدل لما بتبقى لما بيبقى في الزيرو، يعني بيبقى زيرو لما بيبقى ايدل بيبقى الباص بزيرو، او لما كلوك بولار دي بتبقى واحد معنى كده ان الباص بيبقى ايدل لما الكلوك بتبقى واحد. تمام، فيبقى الايدل السيت بتاعتك اصلا جايلك واحد لو الكلوك بولارتي بواحد. طب لو الكلوك بولارتي بزيرو فمعنى كده ان الايدل ستيت بتاعتك بتبقى بزيرو. تمام، هتفرق في ايه؟ هي إيه؟ انا عارفه قدام، بس يبقى الكلوك بولارتي بزيرو يبقى كده ان الباص بيبقى ايدل فين. يبقى البولارتي بيقول لك الباص بيبقى ايدل فين، لو بزيرو يبقى لما الباص بيبقى ايدل عند زيرو، لو بوان يبقى الباص ايدل عند وان. طب ايه الفيز؟ الفيز دوت يعني بتقول لك ايه، انت بتعمل سامبل في اول في النص الاول من الكلوك ولا في النص التاني؟ هنفهمها من الرسمه ديت. تمام، احنا قلنا ان الكلوك فيز بزيرو يعني انت بتعمل سامبل في او في اول نص من الكلوك. طب تعالى كده بس نشوف حته لما يكون الكلوك بيلت بزيرو، يعني ايه كلوك بيلت بزيرو؟ يعني الباص بيبقى ايتل في الحاله زيرو. طب تمام، في البدايه هيبقى من زيرو لواحد اللي هو في رايزنج ايدج. طب لو الكلوك بيلت بون معنى كده ان الكلوك الايدل ستيت بتاعتك بواحد، فلما انا ابدا الباص بتاعي او ابدا الكوميونيكيشن هيحصل ترانزيشن من الهاي تو لو، فانا كده هيحصل في الفولينج ايدج. طب حلو، انا بقى هقرا الداتا بتاعتي في اول نص ولا في تاني نص؟ لو الفيز بزيرو فانا كده هقرا في اول نص، يعني هقرا الداتا في اول نص. انت عندك هنا الداتا في الباص يقول لها حالتين، يا اما انا بريد الداتا اللي موجوده على الباص، يا اما بيحصل حاجه اسمها ترانزيشن من زيرو لواحد او من واحد لزيرو، ترانزيشن او تشينج. تمام، فالترانزيشن او تشينج ده بيحصل كل واحده فيهم بتحصل في نص كلوك. فلو انت خليت الفيز بواحد فانت كده هتعرف النص الاولاني من الكلوك، والترانزيشن او التشينج ده هيحصل في النص الثاني. ولو احنا واخدين بالنا ان انت بتقرا داتا في اول نص النص الاولاني من الكلوك، وترانزيشن بيحصل في بدايه النص التاني اهو من 0 ل 1 او من 1 ل 0. تمام، طب لو الفيز بواحد معناه كده ايه؟ معناه كده ان انت بتعمل
ريد في النص التاني من الكلوك، انت الكلوك عندك نصين، فانت اول نص بيحصل فيه ترانزيشن او اللي تشينج، يعني الواحد بيبقى زيرو او زيرو واحد، ده في النص الاولاني من الكلوك. طب لما انا باجي اقرا الداتا بتاعتي بقراها في النص التاني من الكلوك، هيفرق معاك في حاجة؟ هو مش هيفرق معاك انت في حاجة، بس انت لازم تخلي بالك ان الكلوك بلارت والفيز هما هما زي بعض عند السندر والريسيفر، عشان لو اختلفوا بقى كده الداتا بتاع الداتا 100% ده تبقى مختلفة، مش عارف الايرور جاي منين. في حالات تانية كمان بتقولك ان بعض السنسورز بتبقى جاية بكونفيجريشن معينة، مثلا ان بتبقى مثلا الكلوك فيز ليها قيمة معينة والبولارت ليها قيمة معينة والقيمة دي ما بتتغيرش، فانت لازم تخلي الريسيفر بتاعك او المايكرو كنترولر بتاعك لنفس الفيز والبولارت اللي موجودة عند السنسور عشان تعرف تقرا الداتا صح. دول الحالتين انت بتستخدمهم فيهم بعض، بس هي مش تفرق معاك قوي، بس عشان تعرف برضو الفيز انت بتقرا في النص الاولاني والتغيير بيحصل او الترانزيشن بيحصل في النص التاني. لو الفيز بيز واحد فمعنى كده انت بتقرا في النص التاني من الكلوك والترانزيشن بيحصل في النص الاولاني. البولاريتي دي بيقول لك الباص بيبقى ايدل امتى، لو بزيرو يبقى الباص ايدل في الحاله عند زيرو، لو بواحد يبقى الباص ايدل عند واحد، تمام عشان ما تلخبطش. يبقى اخر مره البولاريتي، البولاريتي ديت يعني بيبقى انت الباص بيبقى ايدل امتى، لو بزيرو عند يبقى الباص ايدل عند زيرو، ولو بواحد يبقى الباص بيبقى ايدل عند واحد. الفيز تاني الكلوك عندك بيبقى مقسوم نصين، نص بريد فيه ونص بيحصل فيه الترانزيشن او التشينج، فلو البولارت الفيز دي بزيرو فانت كده انت بتقرا في اول فيز، لو الفيز دي بوان فانت كده بتقرا في الفيز التانية، والتشينج طبعا بيحصل في الفيز الاولى اهو. فتاني في الجدول بقى بيقولك هنا البولارت لو بزيرو فانت كده بتحصل في الليدنج ايدج، احنا بنسميها ليدنج ايدج او النص الليدنج ايدج ديت اللي هي النص الاولاني من السايكل، يعني عندك كلوك سايكل بيبقى متقسمه نصين، فالليدنج ايدج دوت اللي هو اول نص، والتريلنج ايدج اللي هو ده النص التاني، تمام. فلو انت عندك الفيز تمام، فلو انت عندك بيبقى الفيز بزيرو فانت كده المفروض هتقرا في الليدنج ايدج، يعني هتقرا هنا تمام، وساعتها لو الكلوك بلد دي بزيرو فانت كده هتقرا عند الفولنج ايدج، او لا الرايزنج ايدج، لو الكلوك بلد دي بزيرو فانت هتقرا عند رايزنج ايج، لو الكلوك بولارتي ب1 فانت هتقرا عند الفولينج ايج، تمام. اما بالنسبه لو الفيز عندك واحد فانت المفروض ان انت كده هتقرا عند الفين، لو الكلوك بولارتي ب0 فانت هتقرا عند الفولينج ايج، لو الكلوك بولارتي ب1 فانت هتقرا عند الرايزنج ايج، تمام. لو الكلوك بولارتي ب1 فانت هتقرا عند الفولينج ايج، لو الكلوك بولارتي ب0 فانت هتقرا عند الرايزنج ايج. انت من الرسمه دي هتعرف تطلع الجدول دوت. طب تمام، بالنسبه بقى للهاردوير ديسكريبشن، يعني انت طب خلاص احنا عرفنا دلوقتي الداتا ازاي بتتنقل وبتتنقل من الاولاني تاني عند الاشيفت ريجسترز. طب في بالنسبه للاف ار عندك بيتكون ازاي، فانت عندك بقى حاجتين، عندك في البورت بي البت رقم 5 او عند 4 و5 و6 و7 دول المسؤولين عن السيريال بريفرال انترفيس او الاس بي اي بروتوكول. اول حاجه السيف سيلكت اللي هي البت رقم 4، بت رقم 5 اللي هي الموزي او السيريال داتا اوت، بت رقم 6 اللي هي الميزو او السيريال داتا ان، والبت رقم 7 اللي هي اخر بت في البورت رقم بي هي الكلوك. طب تمام، طب ايه هي الريجسترز اللي المفروض نتعامل معاها؟ اول حاجه الاس بي اي كنترول، ده اللي يبقى فيه البيتس اللي انت كنترول الداتا، اللي هي مثلا الانيبل والانتربت والماستر او سليف والفيز والبسكيلر وهكذا. الريجستر التاني اللي المفروض احط فيه الداتا اللي هو الشيفت ريجستر، احنا قلنا ان الداتا بتتنقل من الموست سيجنيفيكانت بيت تروح اول داتا بتتنقل من اول موست سيجنيفيكانت بيت، بعد كده الستيت ريجستر نعدي عليهم تاني. اول حاجه الداتا ريجستر، ده المفروض انت بتحط فيه الداتا اللي هو الاس بي سيريال بيرفرنس داتا ريجستر، تمام. يبقى هما 8 بت من اول ليست سيجنيفيكانت للموست سيجنيفيكانت بت، بتحط فيه الداتا اللي انت عايز تنقلها من الماستر للسليف والعكس. طب الاس بي اي ستاتس ريجستر، الستاتس ريجستر ده بيتعمل فيه ايه؟ في
اول حاجه لو انت عاوز تنيبل ال اس بي اي 2 اكس انت دبل السبيد، لان احنا لو شفنا في اول خالص من السبيسيفيكيشن بتاعت الكونكشن دوت ان هو بيدعم في الاي في اي في الاف ار ان هو كان بيدعم الدبل سبيد، فانت لو عايز تعملها انيبل بتخلي البيت دي بواحد. الحاجه التانيه لو انت بعد كده الاس بي اي انتربت فلاج دي البتات لما الترانزيشن بيحصل له كومبليت فدي بتتحول واحد لوحدها، فانت المفروض عشان تعرف ان الترانزيشن دوت او ترانزاكشن دوت حصل تم خلاص والداتا اتنقلت من السندر للريسيفر فلازم تتشيك على الاس بي اي اف او السيريال انتربت فلاج ان الداتا هنا بقت فعلا بواحد. لو انت عامل انيبل للانتربت فكده خلاص هي هتفاير الانتربت ولازم يروح بقى عند الانتربت سيرفيس روتين ويتنفذ، بس لو مش عامل انيبل للانتربت فانت لازم نعمل بولينج على البيت ديت عشان تعرف ان الداتا اتنقلت. البيت التانية اسمها رايت كولليشن ديتكشن، لو انت استعجلت وما استنيتش لما البيت ديت تبقى بواحد وعملت وكتبت داتا في الداتا ريجستر تاني من قبل ما البيت تتحول لواحد فانت كده كتبت على الداتا قبل ما تتنقل فكده في حصل كولليشن، فعشان اعرف منين ان في كولليشن حصل بتشيك على الداتا اللي هي اسمها رايت كولليشن رايت كولليشن. رايت كولليشن دي تعمل لها ست في حالة ان انت كتبت على الداتا قبل ما تتنقل فكده حصل كولليشن فالداتا دي بتنور فالبت دي بتنور او بتعمل لها ست. اخر الريجستر معايا اللي هو اس بي اي كنترول ريجستر، ده فيه 8 بت كل بت ليها معنى. اول حاجة اس بي اي انتربت انيبل، ده لو انت عايز تنيبل انتربت فبتخلي البت دي بواحد تمام. اما بالنسبة للبت التانية اس بي اي انيبل فانت لو ودي اهم بت عشان انت عشان اصلا تشغل الموديل بتاع الاس بي اي لازم تخلي البت دي بواحد، فالبت دي هي اللي بتنيبل الاس بي اي هي اللي بتشغل الموديل كله بتاع الاس بي اي. الداتا اوردر دوت اللي بيتحكم مين اللي هيتنقل الاول، هل الموست سيجنفكت بت ده الديفولت او الليست سيجنفكت بت، فالداتا اوردر بتقول لك مين اللي هيتنقل الاول، انت عايز الموست سيجنفكت بت تتنقل الاول ولا الليست سيجنفكت بت. تاني حاجة انت الماستر او السليف، لو انت ماستر فهتخلي البت دي بواحد، لو انت البت بتاعك مصر فهتخلي البت دي واحد، لو انت سليف هتخليها بزيرو، بس لو انت مصر يبقى انت اعرف كان انت اللي هتظبط الكلوك وانت اللي هتعمل السليف سيلكت وانت اللي هتظبط وانت اللي هتبعت الداتا تمام. بعد كده الكلوك بلارتي والكلوك فيز اللي احنا اتكلمنا قبل كده اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، وان الكلوك بلارتي هي اللي بتتحكم بتقول لك الباص بيبقى ايدل في الحاله زيرو او الحاله واحد، والفيز انت هترايت او انت هتريد في انهي فيز في اول فيز ولا الفيز التانية. بعد كده اخر اتنين بيتس بيتكلموا على البري سكيلر بتاعتك يعني بيحجموا في السرعة بتاعتك، فانت عندك الجدول دوت لو زيرو زيرو فانت كده بتقسم السرعة على اربعة، لو واحد وزيرو فانت كده بتقسم الاوسيليتور او الكلوك بتاعتك على ستاشر، لو زيرو واحد فانت كده تقسم الكلوك بتاعتك على اربعة وستين، لو واحد واحد فكده تقسم الكلوك بتاعتك على 128. طب احنا قلنا ان الاس بي اي بيتعمل دبل سبيد، فانت لو مخلي البت اللي في الستاتس ريجستر اللي هي الاس بي اي 2 اكس اللي هي دبل سبيد ديت مخليها بواحد تقسم الفريكوانسي ديت على اتنين، فاكنك مخلي الفريكوانسي بتاع الاوسيليتور بتاعتك على اتنين، واحنا ما بنفضلش حاجه زي كده اهوت لان كده احتمال ان الداتا توصل كوربتد اسرع، هو اصلا كده اصلا هو مش ضامنها لك حتى لو كاتب لك بقى نوت ريكومندد. بعد كده الفريكوانسي على 8 لو انت مخليها 1 و 0 انيبل دبل سبيد فانت كده كانك قسمت الفريكوانسي على 8. نفس الكلام لو انت خليتها 0 و 1 في الريسكيلر وخليت المعامل انيبل دبل سبيد فانت كده كانك قسمت الفريكوانسي على 32، ونفس الكلام بالنسبه لل 64. دلوقتي احنا عارفين ان ال اس بي اي عشان بيتعامل مع اكتر من سليف، وقلنا عشان اللي بيتحكم في عدد السليفز عدد السليف سيلكت، فانت كل سليف يبقى ليه سليف سيلكت معينه تمام. طب معظم او التطبيق المشهور للاس بي اي ان انت بتتعامل مع الفلاش تمام، فالفلاش بيبقى ليه طريقه معينه غير اللي انت بتتعامل مع السليف سيلكت او انت بتتعامل مع الاس بي اي او انت بتتعامل مع سنسور او بتقرا داتا من سليف تاني ازاي. بيقول لك ان انت لو انت عاوز بتتعامل مع فلاش، هو المفروض هو مش كاتبها بس هي الموقف دوت بتتعامل مع فلاش، بتتعامل في حالة انت عايز تكتب مع تتعامل مع فلاش ميموري، اول حاجة بت enable الشيب سيلكت او الشيب enable
بتخليها بزيرو، فعشان اصلا تاكتيفيت الشباية ديت بعد كده بتبعت الادرس بتاع اللوكيشن اللي موجود في الفلاش. فانت عايز مثلا ترايت في اي لوكيشن في الفلاش، بتبعت اول ادرس اللي هو اللوكيشن بتاعك اللي هو من اول 7 بيتس، تمام، واخر بيت دي بتبقى الريد او الرايت. فانت لو خليتها زيرو فانت كده هتريد، لو خليتها واحد فانت كده هترايت، تمام. فانت عندك بتبعت من اول بت زيرو، من اول زيرو لحد ستة، اهو من اول زيرو لحد ستة بتبعت الادرس بتاعك، الادرس بتاع فيرست لوكيشن، اول لوكيشن عايز تكتب بيه، تمام. بعد كده تكتب بقى هنا في البت السبعة ديت اللي هي اول بت بتتنقل، عايز تكتب فيها زيرو لو انت هتريد، واحد لو انت هترايت. طب دلوقتي انا عايز الرايت، فانا عشان كده خليت في اول اخر بت دي واحد، تمام. اخترت اللوكيشن بتاعي بعد كده قلت انا هرايت فيه، بعدين بتبعت الداتا بتاعتك. الفلاش بيبقى فيها ميزه ان انت مع كل داتا بتتبعت في حاجه اسمها اوتو انكريمنت، يعني انت بعت الداتا فالداتا اتخزنت، بعد كده انت مش محتاج انت بقى تبعت الادرس الجديد، لا هو بيعمل اوتو انكريمنت لوحده، فالداتا اللي بتتبعت جديده بتتبعت في اللوكيشن الجديد بتاعها، مش بتتعب في نفس اللوكيشن اللي انت بعت اول مره. فلو عشان انت عايز تكتب مرة عايز تكتب في مكان واحد بس، فخلاص هتبعت ايه؟ هتبعت الادرس بتاع اللوكيشن بتاعك وهتبعت مع الداتا. طب لو انا عايز اكتب في اكتر من مكان، ساعتها هتبعت الادرس بتاع اول مكان، بعد كده هتبعت الداتا اللي انت عايز تبعتها. فانت لو عايز تبعت مثلا اول داتا، هتبعت الداتا التانية اللي بعديها 8 بت من الداتا، طبيعي ان هي هتتنقل في المكان اللي بعديها لوحدها من غير ما هتحتاج ان انت اصلا تبعت الادرس الجديد، لان بيحصل لها اوتو انكريمنت، حاجة موجودة أصلا كده كده في الفلاش أساسي، تمام. عايز تبعت داتا بعديها نفس الكلام، هتبعت داتا بعديها لحد ما تخلص. عايز تبعت أي كمية من الداتا هتبعتها ورا بعض، في كل مرة بتبعت داتا بيحصل حاجة اسمها أوتو انكريمنت. طب لو أنت عايز تبعت ترايت مرة واحدة أو عايز ترايت في أكتر من مرة، طب لو أنت عاوز تريد لا يختلف بس آخر بيت، هتبعت الأدرس بتاعك بتاع أول لوكيشن عندك، بعد كده هتشوف البيت ديت بدل ما كانت واحد للرايت هتخليها زيرو للريد. فبعد ما تخليها زيرو للريد فانت كده هتعمل ايه؟ فانت هتبعت الادرس وهتبعت في اوله زيرو، فمعنى كده المفروض ان الفلاش هيبقى هيفهم ان انت كنت هتعمل ايه، انت عايز تريد. فهتلاقيه بعد كده هو بعت لك الداتا، حط لك الداتا في الشيفت ريجستر مع 8 كلوك، بعديها هتلاقي الداتا تبقى اتنقلت عندك. ولو عايز تستقبل اكتر من داتا هو هيعمل شيفت اوتو انكريمنت وهيبعت لك اكتر من داتا ورا بعض لحد ما انت ما تعمل ديسيبل الفلاش بتاعك وتخليه بواحد، فهو كده خلاص هتعمله دي اكتيفيت ومش هي مش هيبعت داتا تاني. فممكن يبعت داتا مره واحده، ممكن يبعت من اكتر من داتا، ما فيش مشكله طول ما انت مخليه انيبل هو هيبعت في الداتا، تمام. الكلام دوت بيتم في امتى؟ في حاله انت شغال مع في حاله انت بتبقى شغال مع في حاله خاصه انت شغال مع الفلاش ميموري. طب لو انت بقى كنت كماستر مو، لو انت بقى عندك الميكرو كنترولر وعايزين يتكلموا مع بعض، واحد فيهم ماستر والتاني في سليف، فلو انت ماستر محتاج تعمل ايه؟ اول حاجه لازم تخلي البيت بتاعت الماستر لازم تخليها واحد، اللي هي في كنترول ريجستر الماستر بيت لازم تخليها بواحد. تاني حاجه لازم انت اللي هتسيت الكلوك عشان انت الماستر، فلازم تحدد الكلوك بتاعتك في البريسكيلر، تحدد البريسكيلر بتاعك، ولازم تحدد ان انت هتشتغل بالدبل سبيت ولا لا. وطبعا الكلوك دي اول، طبعا انت اللي هتحدد السليف سيلكت بتاعتك، فانت اللي هتخلي السليف سيلكت السليف سيلكت دي تبقى عندك اوتبوت، تمام. بعد كده تنيبل الموديول المفروض دي تبقى اس بي اي انيبل، مش اس بي اي انتربت انيبل، دي اس بي اي انيبل. انت كده المفروض تعمل انيبل للموديول وتحط الداتا بتاعتك، بعد 8 كلوكس هتلاقي الداتا اتنقلت وهتلاقي الاس بي اي انتربت فلاج بقى بواحد. لحد كده كلام عظيم، بس خلي بالك زي ما قلنا قبل كده اهوت، الداتا لو انت حطيت الداتا في الداتا ريجستر من قبل ما انتربت فلاج دوت يبقى بواحد، او من قبل ما الداتا تنقل كلها يحصل كوليجن، وقلنا البيت بتاعت رايت كوليجن هتعملها ست. طب لو انت سليف، لو انت سليف فانت كل اللي عليك ان انت بتستنى بتلسن على البيت بتاعت السليف سيلكت بتاعتك. لو انت السليف سيلكت بتاعتك لو انت هاي فانت كده انكتف، انت مش شغال، مجرد ما تعمل لها زيرو او تاخد زيرو فهي كده بتاكتف. فانت اول ما تبقى انت اكتف خلاص بتحط الداتا بتاعتك في
داتا ريجستر وبتعمل ال وبيعمل شيفت ريجستر اللي بتشفت من المصر للسليف والعكس وبتتنقل بعد 8 كلوكس ابتدت تتنقل من المصر للسليف ومن السليف لمصر بس تبديل بالداتا تمام. بس نفس الكلام انت كمصر فانت عندك الداتا كل البيانات كلها بتاعتك انبوت ما عدا الداتا اوت او الماستر ان سليف اوت اللي الوحيد اللي تبقى اوتبوت.